سعيد جدا ان انا بكلمكم النهارده على المؤتمر الموحد للجهاز الهضمي والكبد والامراض المعديه اللي بنعمله للسنه الثانيه. الحقيقه المؤتمر ده مميز جدا، وهو حاليا بقى اقوى مؤتمر في مجال الجهاز الهضمي والكبد والامراض المعديه. وتميزه ده بيجي من عوامل كتيره جدا، او همهم واولهم ان بتشارك في هذا المؤتمر السنه دي 23 جامعه ومركز علمي متميز، وده معناه ان مصر كلها بتشارك في هذا المؤتمر. السنه دي الحقيقه في تعاون اكبر مع الكثير من الاساتذه والجهات الخارجيه. على سبيل المثال تم دعوه اساتذه من الصين، والاساتذه دول يمكن بيمارسوا كثير من اعمال المناظير اللي يمكن لسه الاساتذه المصريين ما بيمارسوهاش في مصر. شباب الاطباء ان شاء الله هيكون لهم استفاده كبيره جدا، وهياخدوا من الخبرات بتاعه الاساتذه المشاركين سواء كان من خارج الجمهوريه او من داخل الجمهوريه. المؤتمر ده على مدار 4 ايام، اليوم الاول بيبقى البوست جراديويت كورس، وده بندي وجبه دسمه جدا لكل طلبه الدراسات العليا بتوعنا في جميع الجامعات المصريه. الثلاث ايام المتتاليه هينقسموا الى ثلاث اجزاء. اول حاجه المورنينج سيشن، وده استكمالا للسبيشال انترستنج جروب اللي ابتدت السنه اللي فاتت. بعد كده البلانري سيشن، البلانري سيشن هتيجي في النص، دي عباره عن محاضرات. معظم المحاضرات دي هيقولوها جاست ليكشر فروم ديفرنت بارت اوف ذا وورلد، وفيها مواضيع انترستنج جدا. بعد كده في ثلاثه بارل سيشن، الثلاثه بارل سيشن المره دي ان شاء الله هيبقى لهم شكل مختلف عن البارل سيشن السنه اللي فاتت، لانها معظمها هتكون عباره عن كيس سيناريو او ديبيتس او فيديو، فده هيخليها فيري انترستنج بالنسبه لكل الاودينس. كل الجلسات دي بتبقى معموله بطريقه، يا اما انها بنقدم حالات مرضيه ونناقشها، يا اما ان بيبقى فيه تفاعل ما بيننا وما بين كل الحاضرين في المؤتمر، او ببعض الحاجات بيبقى عباره عن ديبيت ونقاش في بعض الحالات الحرجه او بعض الحالات اللي فيها نقاشات كتير. الحاجه الجميله كمان ان المؤتمر ده كل الابحاث المقبوله فيه بتنشر في مجله الجار، اللي هي المجله معدل التاثير بتاعها اكبر معدل تاثير في مصر. الحقيقه انا يسعدني جدا ان انتوا تحضروا هذا المؤتمر، وارجو ان انا اقابلكم جميعا معانا في المؤتمر الموحد للجهاز الهضمي والكبد من 25 ل 28 سبتمبر 2019 في نايل تاورز ان شاء الله. شكرا جزيلا.